كثير منا يحفظ القرآن، ولكن يا شيخنا عندما نطالبه للاستشهاد أو الاستدلال على مسألة فإننا لا نجده، ونرجو منكم توضيح طريقة تجعلنا نستحضر ما نحفظه من كلام الله. الحفظ شيء والاستدلال شيء آخر. الحفظ كل يحفظ القرآن، لكن الاستدلال هذا يحتاج إلى علم وتعلم، معرفة القواعد والضوابط ومدارك الأحكام، هذا يحتاج إلى دراسة. ما هو بأنك إذا حفظت القرآن على طول تستخرج منه الأحكام والفقه وأنت لم تدرس الضوابط والمدارك التي تستطيع بها أن تستنتج من القرآن. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أما إن كان قصد السائل أن بعض الناس يحفظ القرآن وإذا طلب منه آية لم يستطع أن يقرأها، هذا لضعف حفظه، هذا لضعف حفظه. إذا طلب منه أن يقرأ آية من سورة ولم يستطع، هذا من ضعف حفظه. نعم.